السلام عليكم متتبعي قناتكم حسام الامل المتنوعه، كديري لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير والاحوال طيبه ودائما نلقاكم بافضل الاحوال. بالنسبه للفيديو اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم الرنده الملكيه، غادي ندير فيها جوج لوينات، زرق سماوي هذا اللوين هذا البارد والفونسي ديالو. غادي نبداو ان شاء الله. صراحه كنت سجلت فيديو ديك المره ولكن كان الخيط غلط عاود بدلته، كان الخيط هو يا البنات ردوا البال ما بقاش عندي حيت انا برمته كامل. كاين واحد النوع ديال الجعابي كيكون فيهم الخيط على جوج شعرات وكيكون غليظ، خليته على جوج شعرات وبرمتهم يعني كيوليو اربعه الخيوط كيجي غليظ، درته على شعره واحده كيجي رقيق، يعني ما صالحش. البنات ديما نردوا البال، انا ديما تنرد البال وحصلت هذه المره هذه وليت بارمه الحرير وفتالي بديت الخدمه وعاود حبست. مهم ماشي مشكل، كلشي منه تعليمه. دابا غادي نبداو، انا يكون ديجا هنا بديت حيت انا كنت ديجا شاركت معكم الفيديو من البدايه ولكن دوماج. مهم يعني خدمت هذه ما نقدرش نحلها. شوفوا معايا البنات هنا بديت، درت هذه الغرزه هذه ديال الملاقي هكا، وخديت هنا من الوسط وضربت في الجن باش خدمت 8 ديال الغرز. هنا عندي في هذا الشويبي هذا 8 ديال الغرز. باش غادي نبغي نبدا بالزرق غادي نجي لهنا البنات. دابا درت 8 ديال الغرز في الشيبي الوسط، ودابا غادي نجي نخدم في الجانب، غنخدم حتى ني 8 الغرزات من كل جهه، 8 في هذا الزرق هذا من هنا و8 من هنا. شوفوا معايا، نحاول نكبر لكم الصوره شويه. كنجي لهنا البنات، كنجي لهنا كنضرب في هذيك العين ديال الزياده. هنا كنت قطعت هنا العين ديال الزياده البنات اللي هنا فين ضربت انا الخيط، هاد العين ديال الزياده هي اللي كنشد فيها الخيط الازرق. كنجي كنضرب في الثوب ومن بعد كنعاود نرجع فيها باش كندير غرزه الزياده. شوفوا معايا، ها انا دابا عندي غرزه، نعاود نرجع في هاد الغرزه ديال الزياده ونضرب هنا في الثوب ونجي نزيد غرزه. انا الاساس عندي بثمانية، ها هما. دابا نرجع في هاد جوج، انا عندي 8 في كل شريط، جوج بالزرق فيهم 8 8 والوسط 8. كنعاود نرجع البنات واحد القضيه، انا يعني بالامكان انني مني خدمت الشريط اللي في الوسط نطلعو عشان نرجع ندير الجوانب، ولكن باش تجي الخدمه زوينه من الافضل اننا نخدموا الجوانب هما الاولى عاده فاش نخدموا اللي في الوسط باش تجينا الخدمه زوينه. هو نورمالمون بجوجهم زوينين ولكن من الافضل اننا نضربوا في الاشرطه الزرقين بالكري بالشويبي عفوا، ماشي الاشرطه هما اللي ضربوا لي في اللون توب، بغيت انا اللون توب هو اللي نضرب به الجوانب. غادي نجي بحال هكا، جوج دابا، ثلاثه، اربعه، خمسة، باقي خاصني ثلاثة ديال الغرز، وأنا كنمشي كندير بحال الهرم ديال الراندة البنات، الهرم تماما ديال الراندة. شوفوا معايا، الموديل ديال جلابة المردوخي إن شاء الله راه غنشاركو معاكم غير حتى نسالي شي خدمة أخرى عاد غنكملو هو في الخدمة، لأنني تزيرت صراحة. وخصني نخدم هذه هي الاولى عاد فاش نخدم معكم لي موديل اخرين ان شاء الله. نجي ندير بحال هكا، دابا نحسب واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة، نضرب في الثوب ونرجع يولو عندي سبعة. انا الاساس عندي خصني 8 ديال الغرز، ممكن ديروا سبعة، ديروا 8 في الوسط الوسط وفي الجناب ديروا سبعة يعني اللي بغيتو، ولكن باش كتجي هكا اشريطة من الافضل انه يكون متساويين في العدد، نفس الجناب نفس الوسط. دابا غنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة
خمسة، ستة، سبعة، ونضرب هنا في التوب، ها هي، وغندير واحد، هي تمنية دابا حاليا، دابا عندي تمنية الغرز، تمنية الغرز اللي عندي، أنا غنحبس حد هنا، دابا نوريكم باش غنبداو الشريط الثاني، الشريط اللي من لهين، حتى شنو كنديرو، دائما تنشدو في هاديك غرزة الزيادة، دائما البنات كنشدو في الغرزة ديال الزيادة، كنجرو الخيط باش كيكون عندنا، باش كيفيني لينا الخدمة، كتجي رقيقة. انا هانتوما الخيط اللي مقطع هنا هذا هو ديال من غنكمل غادي نجي دابا هنا عاوتاني لهاد الغرزه ديال الزياده البنات حيت حنا غير كنشدو فيها الخيط ولكن حنا غنضربو في الثوب وغنزيدو نجي عاوتاني هنا ندير غرزه الزياده ها هي ونجي عاوتاني هنايا ونعاودو نرجعو فيها ها هي ونضربو هنا في الثوب ونعاودو نرجع انا غنكمل 8 ديال الضربات ديالي البنات نكمل 8 وغنرجع معكم باش يعني باش نخدمو اللي في الوسط باش نقطعو ونكملو شوفوا معايا دابا مني خدمت الجوانب هنايا 8 8 الغرز شنو غندير غنجي لهنا ديما البنات اللي بغيتو باش ما يبانش داك الخيط اللي كتركبو ركبوه من هنا من التحت باش ما يجيش هذوك هنايا هاد اللعيبات هاد جوج خيوطه هادو يجوا من الفوق يجوا ديما من التحت شو كتولي تبان الغرزه عاديه كنجي نركب الخيط ديالي وغنجي نخدم هنا غنوريكم فين غنضربو مني كنجي هنا لانه عندنا 8 بهاد الغرز ديال الزياده يعني انا هنا فين ضربت الخيط الازرق راه غنضرب هنا غرزه هادي انا دابا عوضتها يعني ديالها 8 وغنجي نضرب هنا في هاد الزرق في الغرزه الاولى ها هي وغادي نجي نخدم عادي بحال هكا ها هي 3 4 خمسة ستة سبعة ها تمنية هي غرزة الزيادة وغنجي نضرب هنا في أول غرزة شوفوا معايا وغادي نجي بالنسبة للخدمة البنات تخدموا الجوانب واحد البارتي مثلا 5 سنتيم وترجعوا تجمعوا بالوسط يعني تبقاو غادي النيشان باش ما باش ما يديكالاش ليكم توب ولا شي حاجه وتوليو تحلو من الاحسن تخدموا شويه وتعاودوا تخدموا باللول الوسطاني وغاديه انا غندير معكم حتى طريقه ديال هذه الفتحه ملي غنوصل للفتحه طريقه عاديه البنات سهله وزوينه صراحه انا علاش انف خدمت جناب عوض فاش نقطع خدمت الوسط خدمت باش تجمع ليا الخدمه باش ما يبرزتنيش تشوف الخدمه باش نتسمى انني راه خادمه نص الطوق عاش غنحلو يعني غادي نتخدمو الوسط باش يتجمع لينا الجناب باش ما يبقاش الثوب مبرزتنا
انا غادي نكمل يعني الخدمه ديالي عادي، وان شاء الله في الفيديو ما عرفتش واش الماجي ولا لا، ممكن نكون انا خدامه ونشارك معكم شي خدمه اخرى يعني. ان شاء الله الفيديو الاخر اللي غيكون فيها وهو طريقه ديال الفتحه ديال العنق يعني اللي غادي نشارك معكم. غادي نكمل حتى لهنا حتى القنت، شوفوا معايا باش تجمع لي الخدمه، هادشي انا اللي بغيت باش تجمع لي الخدمه، تقادد لي الفيديو ديالي ما يبقاش هكا مشتح يعني، باش تجمع صافي. وغادي نقطع التوب ديالي ونبدا الخدمه ديالي عادي. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى من الله ينال اعجابكم وشكرا على المتابعه.